ما عندنا هدف غير انه نشوف كيف بدنا نشتغل على هذا الاجتماع السوري وانه السوريين يرجعوا لبعضهم. ما عندنا هدف غير انه سوريا تطلع من هذا المأزق اللي هي فيه. وما عندنا هدف غير انه نقدر ننتقل يوم من الايام لدولة يعني ديمقراطية حديثة، دولة مواطنة الناس كلها محترمة فيها والقانون هو سيد. وبالاخر هلا نحن بهالمرحلة عم نشتغل على انه نفوت بعمق القضايا الوطنية بالتفصيل بالمسائل الحساسة. هلا عم نتصدى لهي الانقسامات بين السوريين بشكل اساسي. اشتغلنا على الانقسام الطائفي 3 جلسات، اشتغلنا على الانقسام القومي على اساس قومي 3 جلسات، وهلا عم نشتغل على الانقسام هذا المجتمعي، الانقسام المجتمعي على خلفية يعني الصراع السياسي. طبعا ما بدنا نقدم يعني ما بدنا نعالج الانقسام السياسي بين المعارضة والموالاة، يعني ما بدنا حدا يقنع الآخر بوجه نظره يعني، بس كلياتنا هون بيؤلمنا هذا الانقسام المجتمعي، مقتنعين انه ما بيجوز وهذا الانقسام مشغول عليه، وانه المشتركات بين السوريين مقتنعين كلياتنا المشتركات اكبر بكثير من اكبر بكثير من 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 هي المشكله. وبدنا نتلمس حلول يعني كيف نخفف حده الانقسامات وكيف نقدر نحطها بحجمها الطبيعي. بخصوص الندوة، أنا راح نبلش فيها في محورين أساسيين. المحور الأول اللي هو قديش بنشوف حجم هذا الانقسام داخل المجتمع، قديش بيهدد حقيقة الحالة المجتمعية بسوريا، وقديش بتقاطع هذا الانقسام مع الانقسامات الأخرى، أو قديش هو متراكب مع الصدوع الأخرى. هاي البنية المجتمعية كثير متصدعة طائفيا وقوميا ومناطقيا وعشائريا وإلى آخره، كلها صدوع داخل هذا المجتمع. وللأسف الشديد ما تشكلت الحالة، خلينا نقول القشرة الوطنية اللي ممكن ترقى بهذه الصدوع، أو أنها تحطمت بسبب هشاشة أو بسبب إلى آخره. فبدنا نشوف مدى تقاطع هاي الانقسامات مع بعضها، وتحديدا تركيب الانقسام السياسي على الانقسامات المجتمعية الأخرى. المحور الثاني هو كيف ممكن نلتقى كسوريين، كيف ممكن نجتمع، كيف ممكن نحاول نطلع من هالحالة التشظي. نعم، يوجد شرخ سياسي بين السوريين، والشرخ ليس محصورا بفئة اجتماعية أو مذهبية أو طبقية أو طائفي إلى آخره. أعتقد أن أحد أهم أسباب وجود هذا الشرخ رأينا هو انعدام الثقة، نأكد على هذه الكلمة الثقة. فإذا تحدثت عن نفسي بصفتي من الضفة المؤيدة للدولة السورية، سيحق لي التساؤل: ترى لو كانت الغلبة الآن للمعارضات المدعومة من نحو 80 دولة كما كانت بين أعوام 2011 و2016، هل كنا نعيش هذا الحوار الآن؟ عدم الثقة هذه هي إحدى أهم الأسباب التي تدفع بالكثيرين لتبني الخطاب السياسي للنظام ولتصديق معظم طروحاته، قبالة عدم قابليتهم لتصديق خطاب المعارضات حتى لو كانت في ظاهرها موضوعية ومنطقية. الانقسام السياسي موجود، له أسبابه السياسية الاجتماعية الإيديولوجية الطائفية إلى آخره، بيد أني أعتقد أن بريقه خف عن ذي قبل، وهذا لا ينفي وجود موتورين هنا وهناك. أنه كان بالمقدور الحصول على نقاط ومكاسب عدة تخدم القضية الوطنية الجمعية عبر الحوار مع النظام، عوضا عن الخراب الذي نعيشه الآن. الطائفية الاجتماعية، والحق يقال هي في أدنى مستوياتها في مناطق سيطرة الدولة السورية، هذا ما يفسره راهنا حالات التزاوج المختلط بين معظم مكونات المجتمع السوري، مع وجود أدلة كثيرة عنه. الانقسام المجتمعي في سوريا كان موجودا قبل ذلك بكثير. من حيث الوقت كانت سوريا تعيش حالة انقسام صامتة، خليني أسميها هيك، على كل الصعد. على الصعد مثلا الديني والطائفي كان هناك صراع واختلاف، ولكن غير ظاهر، لأنه الدولة لا تسمح بظهور مثل هذا الانقسام.
يعني كل من كان يتكلم بالطائفية أو طائفة تتكلم بحق طائفة أخرى كان هذا يشكل يعني سبب من أسباب العقوبة الكبيرة. حقيقة أنا بعرف أنه لا يوجد أي كاهن على مستوى سوريا كان يتعين على بكنيسته إلا إذا حصل على موافقة من الأجهزة الأمنية. ما دخل الأجهزة الأمنية بتعيين رجال الدين سواء كانوا مسيحيين أو كانوا مسلمين أو كانوا دروز أو كانوا من كانوا؟ الأكراد أولا بشكل خاص، ولا يستطيع أي إنسان أن يدافع عن سياسة الدولة السورية أو حزب البعث اللي هو كان حاكم البلد، يعني وفق الدستور هو قائد الدولة والمجتمع. فالتهميش ومحاولات الاحتواء لدرجة أن الكردي كان مضطر يتكلم عربي ويحكي عربي ويكتب بالعربي ويمنع من أن يتكلم بلغته ويتعلم بلغته. وبالإضافة إلى ذلك أي تحركات كانت تقمع بشكل شديد، فضلا عن ما تعلمون ما جرى في الإحصاء اللي والحزام العربي ومنع الأكراد من الحصول على الأقل الحق في ثقافتهم. حتى على المستوى الاقتصادي والتنموي، كلكم تعرفوا أن التنمية بسوريا غير متوازنة أبدا، لم تكن متوازنة. في هناك مناطق كانت مهمشة جدا، خيراتها تنهب وسكانها يعيشون في حالة فقر مدقع. وإقليم الجزيرة بشكل عام، الرقة ودير زور والحسكة وريف حلب كانت من المناطق المعروف بأنه هي مهمشة جدا. عندما بدأت أحداث 2011 سرعان ما انفجرت هذه الصراعات. يعني أريد أن أقول أن ليست أحداث 2011، ثورة 2011 هي السبب المباشر. كان هناك جذور عميقة للانقسامات، والمجتمع كان الدولة كانت تعالج كل هذه المسائل بالضغط. ليس هناك انقسام اجتماعي في سوريا. الهويات الوطنية هي موجودة في كل العالم. الانقسام المجتمعي، مشكلة الريف والمدينة موجودة في كل دول العالم، وهي تعالج من خلال المواطنة التدريجية وليس بالضرورة من خلال الثورات العنيفة. الانقسام المجتمعي في سوريا الحالي هو الحقيقة ناتج عن أنه 90% من الناس لا النظام ولا المعارضة. وبالتالي جبت مستر كارتر اليوم ليعمل عملية انتخابات فعلا، سوف تجد بأن المجتمع سينقسم إلى 50-50، إلى 50-50. 50 يشعرون بأن السلطة الحاكمة أسوأ من ما تطرحه المعارضة، و50% يشعرون بأن المعارضة أسوأ من السلطة الحاكمة. هذا لا يعني بالطبع بأن أي منهما يمتلك شعبية حقيقية غير مشروطة بين المناطق، يأتي من خلال التنمية الاقتصادية المتوازنة وخلق وسائل سلمية تجارية بين المناطق على اختلاف أنواعها. هذا الأمر يقتضي الحقيقة ليس فقط سلطة مركزية تتصف بالحكم الرشيد، وإنما أيضا أن لا تكون هناك استبدادات مناطقية تشبه الاستبداد المركزي. وبالتالي يجب السعي دائما إلى تكوين نوع من الجمعية. مستقبل البلاد التي تريدون إعادة صياغته من جديد لا يمكن أن ينشأ من خلال الحوار المجتمعي الواسع، ينشأ عادة من خلال آباء مؤسسين وأمهات مؤسسات. هناك مجموعة من الناس يجب أن تتفق
على المطالبة بحكم رشيد، على المطالبة بتنمية اقتصادية متوازنة، على السعي إلى إدارات محلية تتصف باحترام دولة القانون وأمور أساسية. ليس هناك انقسام مجتمعي بمعنى أن هناك خلاف ضمن العائلة الواحدة، مثلا بين واحد موالي للسلطة وواحد موالي للمعارضة، لا، اثنين غير موالين لأي منهما، لكن ليس هناك خيار آخر بالنسبة لهما إلا أن ينحازا إلى طرف أو لآخر. فإذا اجتمعنا من خلال جمعية من الآباء والأمهات المؤسسين على وضع بنود لسوريا المستقبل، ونحن نعرف بأن الحل السوري لا يأتي إلا من خلال اللاعبين الدوليين. اللاعبين الدوليين عندما يتوجهون إلى السلطة تقول لهم السلطة: أنا أريد أن أبقى كما أنا وأنا سأقوم بإصلاحاتي الذاتية. وعندما يتجهون إلى المعارضة لا تملك إلا أشياء طوباوية لتعرضها. لذلك يجب أن يكون هناك تجمع من الناس، جمعية يكون لديها برنامج حول كيف يرون تطلعات الشعب السوري، لكي اللاعبين الدوليين يأخذوا بعين الاعتبار هذا البرنامج ضمن الحل الذي يقترحونه، والذي قد يكون يؤمن مصالحهم، ولكن حتى يكون مستداما يجب أن يحترم تطلعات الشعب السوري. نحن أمام تمظهرات لمفردات سياسية، ولكن بباطنها محتوى ما قبل الدولة. وبالتالي عندما نقول دستور، يجب أن يكون ذلك بين قوسين، هو أشبه بلائحة تعليمات تنفيذية. عندما نقول مثلا الدولة، هي أشبه بتحالف بين مجموعة من الشخصيات أكثر منها دولة. في سوريا هناك مشكلة ثقافية قبل 70، وتكثفت بعد 70، ومن ثم بعد التوريث. هذه المشكلة الثقافية يعني تجلياتها هي هذا التزري المجتمعي الذي زاد إلى حد كبير بعد 2011، ضمن مفهوم أنه لا يوجد مصطلحات دقيقة. أنا نفسي لا أعتبر نفسي لا معارضا ولا مواليا. أنا من الأشخاص الذين يريدون استعادة الدولة لمصلحة المواطن، والمطالبين بعدم وصول السلطة عن طريق السلاح أو التوريث أو بدعم قوى خارجية، سواء للبقاء بها أو الوصول إليها. على خلفية الانقسام المجتمعي، إن هناك عبور للانقسام السياسي داخل الهويات الفرعية أو الفئوية في سوريا، وبالتالي لا يمكن تصنيف أي طائفة أو قومية في سوريا إنها موالية بين القوسين أو معارضة بسبب تباين الآراء السياسية داخل الطوائف. الثنائية التي صنعت لاحقا حول أن النظام علوي والثورة سنية، ثنائية صنعت حتى يكون هناك صراع يؤدي نتيجة محسومة. أيضا أن هناك صراع عربي كردي بهذا السياق، أيضا المعارضة التي أصبحت بالمآل والسياق كما النظام أدوات بيد الخارج، الأول يستعين بقوة أجنبية وبالسلاح للبقاء بالسلطة، والآخرين يستعينون بقوة أجنبية وبالسلاح للوصول للسلطة. نحن في حال تزري كبيرة جدا. ذهاب الأسد الأبن هو شرط لبدء الحل، ولكنه ليس كل الحل. فالمشكلة ثقافية عميقة وكبيرة جدا، وهي ليست طائفية، وهذا ليس أمرا يعني نوع من دحض الطائفية، بقدر ما هو أمر يدل على أن المشكلة أكثر عمقا من الطائفية أو القومية. المشكلة متعلقة بطبيعة هذا الاجتماع السوري الذي لم يتمظهر بعقد اجتماعي بحد أدنى مقبول، ولم يتمظهر بدولة، بل هذه الدولة التي نحن بصددها هي نتيجة انقلاب عسكري، وصول 100 شخصية من العسكر إلى ساحة المويين، إذاعة بيان أول الانقلاب، ومن ثم السيطرة على الدولة عبر تحالفات داخلية هي بين عسكري تارية أغلبها النسبي علوي، و رجال اقتصاد أو برجوازية أغلبها النسبي سني إذا لم يكن المطلق، مع بعض التماهي مع الأقليات الأخرى. إذا نحن أمام مفاهيم دائما في هذا المشرق ملتبسة تستخدم مفردات العلوم السياسية والحياة السياسية، ولكن هي دون مستوى الدولة،
وتزرينا وفي أسوأ حالاته. لكن كل هذه العوامل مع بعضها سوية، يعني امتهان حرمة النفس البشرية بهذه الطريقة البشعة للغاية، يعني في وقت قياسي كان عندنا 1,000,000 ضحية تقريبا، وأيضا كما قلت ابتداع بيرقين كانت قضية خطيرة، ثم تحول سوريا إلى ملعب أممي للصراع العالمي على الأرض السورية. كل هذه الأمور أدت إلى هذا المرض الخطير الذي نعاني منه جميعا. ما جرى في سوريا البعض يدعوه ثورة، ما زال وللأسف، وحتى في الدعوة التي وجهت إليه ثورة السوريين، انتفاضة السوريين، وهذا تضليل من المنظمين. هناك تقرير من المخابرات المركزية الأمريكية في الخمسينات للسيطرة على الشرق الأوسط، على أو بشكل عام على الشرق، يجب تسعير النعرات القومية الطائفية الدينية المناطقية. أنا لا أعتقد بأن هناك أزمة حقيقية مجتمعية في المجتمع السوري. أنا أتواصل بشكل يومي مع أهلي في حلب ومع أولاد عمومي في إدلب وأجمع المعلومات التفصيلية. أولاد عمومي في إدلب يعانون حاليا من ديمقراطية المعارضة السورية. ليس هناك حقوق للمرأة، ليس هناك حقوق سياسية. أين المعارضة السورية وقيادتها مما يجري في إدلب؟ المسيحيين والشيوعيين والبعثيين يعدموا، يهجروا، يشنقوا. هل هناك مسؤول واحد من المعارضة السورية تحمل مسؤولية ما يجري هناك؟ لقد هددني ابن عمي بالذبح في حال زرت قرية جدي أو ضريح والدي. لم يهددني عنصر مخابرات أو بعثي سابق بسبب مواقفي السابقة ولو بكلمة نابية. والشعب السوري بأكمله دفع الثمن. الحالة النفسية والعاطفية للمجتمع السوري سيئة وسيئة للغاية. الوضع الاقتصادي سيء وسيء للغاية، ليس فقط الانقسام المجتمعي. ومع ذلك أنا متفائل جدا، أؤمن ولمرة ثانية بكرر بالجينات الوراثية، بأن الشعب السوري على قدرة من تجاوز هذه المرحلة، ولكن عليه أن يفكر بشكل علمي وعلماني، ليس أن يسير فوق طوابير ما تسمى ثورة، اللي هي حركة رجعية ببنزين أبو متعب. من يقف في هذا الصف بالنسبة لي يخون شعبه ويخون بلده، من حيث لا يدري. وأنا أحمل قيادة المعارضة السورية خلال كل سنوات الأزمة بكل ما جرى في سوريا، وأنا على قناعة من هذا الموضوع. هلا بس بدي أوضح توضيح صديقي. أنا بكل احترام أنا أسميها ثورة، أنا أسميها ثورة ولست خائنا لسوريا بكل بساطة. ويا صديقي العزيز، إذا كانت أمريكا تخطط للانقسام الطائفي، معناها النظام كان عم يخدم المخطط الإمبريالي عندما استخدم 80% من ضباط الجيش علويين، عندما بنى مؤسسة جيش طائفية. معناها النظام من السبعين هو عم بينفذ مخطط إمبريالي أمريكي. وبالنسبة لي من أنبل الثورات وأشرف الثورات بالعالم، وتحملت هذه الثورة جرائم تفوق الوصف لحتى تنحرف وتصير أبو متعب وبنزين أبو متعب. ما بيهددك بالقتل المخابرات تبع أبو متعب، بس ما نسيت أنت أنه 150 ألف سوري قتلوا تحت التعذيب. هدول مين قتلون؟ هل الانقسام موجود؟ نعم موجود. هل حجمه كبير؟ يمكن ما يكون حجمه كبير، لكن خطورة أصحاب التطرف والتعصب والاستقطاب، نعم هنين بعتقد الكثافة تبعهم كثافة كبيرة. لذلك أنا بتأسف أن أحدنا عندما يتحدث غير نقد الآخر، وليس محاولة نقد الذات، إظهار ميزاته وإظهار عطاب الآخرين. هذا يلغي موضوع الحوار ويلغي موضوع السعي نحو تجاوز الانقسامات بناء على المصالح اللي حكى عنها أخونا عيسى، واللي أنا بسميه المصالح، مش هيك وعي المصالح. في هناك جهل حقيقي أؤكد عليها من عشرات السنين. وعي المصالح بمعنى الواحد ما بيشوف المصلحة الحقيقية سواء على الصعيد العام الوطن ومصلحته المشروعة ضمن هذا الأمر.
لذلك أنا عندما يتحدث البعض عن أولياء الدم بقول جيد وحق، لكن أين أولياء المستقبل اللي بدهم يطلعوا للمستقبل؟ المهم الخطورة، هل الخطورة هي الأساس أو أكبر خطورة راهنة في الوضع السوري؟ أنا بتقديري لا. هل هذا الانقسام يحمل أذى؟ نعم يحمل أذى. التقاطع مع الانقسامات الأخرى، بالتأكيد الانقسامين الآخرين الطائف والكذا أصلا كل شغلة منهم هي سياسية، ما في شيء خارج السياسي، لكن على خلفية سياسية أنا بتصوري هون بدنا نرجع. حكى الدكتور ملهم عن الجينات الوراثية التي يعتز بها، أنا بتقديري نعم في جينات وراثية، مش بالضرورة بدي أروح أنا للمدى البعيد، لكن بمعنى السمات ذات الغلبي اللي يمكن توسم مجتمع معين. نحن في كتير بدي أقول جينات اجتماعية، ما بدي أحكي بشكل آخر، بمعنى السمات المشتركة هي سلبية عشائرية. وخاصة أنه الدكتور ملهم وأنا ميشيل سطوف في جزء كبير منا مسبق الصنع، نحن ننمو في مجتمع معين نتأثر من الصغر، وهنا بيقول لك الطبع غلب التطبع، نحاول أن نجهد على أنفسنا، نسعى على أنفسنا لكي نتغير باتجاه إيجابي، لكن يسعى يعتمد على العقلانية وعلى قبول الآخر ومحاولة وضع أحدنا محل الآخر، سواء كان موالاة معارضة مش عارف إلى آخره، حتى نستطيع أن نتفاهم. من هذا التفاهم نستطيع أن ننتقل إلى خطوة إيجابية تعود بالفائدة على الشخص نفسه، على أبنائه، وعلى الوطن. الأسباب والعوامل التي دفعت السوريين إلى هذه المواقف من الصراع هو الفراغ، هو العجز، هو القصور. ليش؟ لأنه عندما يحدث هناك استعصاء وهناك عجز، واحدنا عوض ما ينتقد نفسه ويعمل عملية مراجعة بده يتجه أنه الآخر، سواء كان الأمبريالية ولا كان الأغلبية مش عارف السنية ولا سكان الجبال والوديان ولا مش عارف كيف ولا بون. هذا الأمر إذن في الأساس أسباب متعددة، عوامل متعددة متدخل فيها طبعا طبقي واجتماعي وموروث ومهني وثقافي ووعي. وهون برجع بأكد أيضا مرة أخرى مسألة وعي المصالح، هل أحدنا يعي المصلحة بالضبط؟ أنا وقت روح لعلاج الانقسام المجتمعي السياسي الطائفي أيا كان بدي نفتش عن نقاط الالتقاء كي نذهب إلى مشروع معين نسد الفراغ الوطني وغياب الرؤية الوطنية. بموضوع الانقسام الذي يجري في سوريا حاليا، نحن أصبحنا كسوريين ضمن التصنيفين بين قوسين معارضة وموالاة، أدوات بيد الخارج، وبالتالي ما فينا نحكي عن سوريين متصارعين بقدر ما فينا نقول أنه في سياق عام يستخدم السوريين من جهة النظام. النظام صار أحد أدوات دول إقليمية ودولية، وأيضا المعارضة أحد أدوات دول إقليمية ودولية، وكلا الطرفين يستعينان بقوات وبدعم سياسي من أجل الصراع، وبالتالي خاسر هو السوريين اللي هنن خارج دائرة دعم الإرهاب وناهبي المال العام والمستقبلين بالوصول للسلطة بالسلاح أو راغبين ببقاء بها بالسلاح. المشكل هنا أنه إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه، نحن أمام تداعيات ستذهب بنا كمواطنين سوريين، وقد تصل بهؤلاء قادة المافيات المتصارعة أن يشكلوا طائف سوري آخر بحجة الحفاظ على الوطن السوري، وبالتالي ندخل بسياق جديد تستخدم فيه العناوين والمصالح العامة لخدمة مآرب فئوية خاصة. تسمية أو ثنائية المعارضة والموالاة أعتقد أنه ما عاد في إلى معنى في الوقت الراهن. نحن إذا بنصنف حالنا، نصنف حالنا نحن مع سوريا ولا ضد سوريا، نحن مع المواطنة ولا ضد المواطن، نحن ضد الاستبداد ولا مع الاستبداد، بهذا الشكل بيكون التصنيف أفضل. من خلال الحوار بصدد بناء دولة وليس بصدد حل مشكلة ما بين ما يسمى موالين ومعارضين. الأفضل أن نعتبر أنفسنا جميعا معترضين وليس معارضين، معترضين لكثير مما تقوم به السلطة، ومعترضين لكثير مما تقوم به المعارضة. نحن نلجأ إلى جمعية من الحكماء يستطيعون بناء دولة جديدة قائمة على الحكم الرشيد. أنه كنت أنا أتمنى أن يكون هناك انقسام سياسي بسوريا مبني على أسس برامجية
لكن التعبير اللي سمعته منكم المداخلين الأعزاء، هناك تشتت، تشظي، تذرر، بمعنى أننا نناقش المشكلة على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى السياسي. الحقيقة هذا هون مخيف بالنسبة لنا، أن لا يوجد الآن مشروع برنامجي لحكومة دمشق لإنقاذ سوريا، وأن لا يكون هناك مشروع برنامجي للمعارضة لإنقاذ سوريا. هنا المشكلة الحقيقية، التي هو انقسام من أجل السلطة وليس من أجل بناء الدولة، وما تزال العملية مستمرة إلى الآن. نحن في المجتمع المدني من 2015 لم نعد نستخدم مفردة مولاة معارضة، كنا عم نقول هل تحتاج سوريا إلى التغيير؟ وكان الجواب بنعم، وقسمنا الناس على أساس ذلك، من يدعم التغيير في سوريا العميق والحقيقي وليس الشكلاني، وأن يخرج سوريا من فكرة الدولة العميقة التي تحكم بشكل غير ظاهر بسوريا، أو القوى اللي هي ما تزال متمسكة بالمركزية المفرطة التي أضرت بسوريا. انقسامنا الحالي اليوم بين هذه القوى الداعمة للتغيير بسوريا وهو مستحق بسوريا، سوريا 50 سنة من تأجيل الحلول وصلنا لهذه الكارثة المفتوحة، وبين القوى التي ما تزال ترى في المركزية المفرطة هو الحل في سوريا. أنا بعتقد هذا الانقسام أكثر عملية وأكثر جدية، وممكن أن يبتدئ حلول جديدة وأن يخترق الخندقين اللي صنعوا الصراع ويفتح على مساحات جديدة من الحوار. هذا الموضوع أنا ما بشوفه بالخطورة المطروحة، وبعتقد أنه هذا المجتمع الذي كان عامرا في أعطاب داخلية لابد أن تخرج وأن تخرج مثل الغازات، وماني متشائم على هذا الصعيد. ثلاثة، الثورة السورية حصلت وسموها ثورة وثور إلى آخره، بمعنى قطعت ما وضع قائم. كان يخطط أن يكون هناك عهد مثل العهد الأموي والعهد العباسي والعهد الأسدي، هذا الأمر انتهى. لكن بعد تلك اللحظة التي قطعت مع الماضي حتى نشوف شو المطلوب منا، هناك حاليا مسيرة تغيير وتجاوز بالضرورة، وضمن هذه المسيرة يمكن يصير في انقسامات عديدة جدا. المشكلة ليس في الانقسام حتى نعرف نعالجه، المشكلة عندما يصبح الانقسام مرضي، بمعنى متسم بالتكلس، بالتقوقع، بالتطرف، بالإقصاء الآخر، بعدم قبول الآخر. كيف يمكن أن نعالج ذلك؟ المعالجة ليست بتحديد واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن نعم فيني أحط العناوين: الحوار تفضل. ثم الحوار، تنزيه الخطاب ثم تنزيه الخطاب إغناؤه، الحديث عن المصالح، عن وعي المصالح، حتى نشوف أنه بجوز الواحد اللي ماشي هيك عم يشتغل ضد مصلحته. لكن نحن تتطلب إرادة إيجابية من كل الجهات بما فيها الفئة الحاكمة في سوريا أو الدولة الرسمية بسوريا نعم بمفردها الرسمية، وما تسمى بالمعارضة السورية، وما يسمى بوجهاء السوريين المثقفين والعلماء والأخصائيين. أنا لست حلو مختص في السياسة صراحة، ولكن الخروج من هذا الواقع يتطلب فتح مجال الحوار السلمي دون التدخل في مسألة الشكل الغريزي للفعل وردة الفعل، لأن حلو الأزمة السورية طالت الكل بغض النظر عن مواقفنا، نعم وللأسف جيل كامل من الشعب السوري دفع الثمن ونحن نتحمل المسؤولية. نحن بأن الحل في سوريا هو رهن بمسألتين رئيسيتين. الحل في سوريا يتناسب طردا مع شعور الإقليم، لأن سوريا ليست جزيرة في عرض البحر، مع شعور الإقليم وخصوصا دولة الكيان بالخطر من استمرار الوضع على ما هو عليه في سوريا. كلما استشعر الإقليم ومن ثم العالم بالخطر، وانتم بتعرفوا شو يعني دولة الكيان بالنسبة للعالم، كلما استشعروا الخطر من الواقع داخل سوريا بأنه هذا الاستاتيكو، وفي حقيقة الأمر ليس استاتيكو، لا، هو صراع ولكنه محاصر، تم حصاره عبر قوى عالمية ولكن الصراع مستمر، إلا أن له مفاعيل خطيرة جدا على الأمن الإقليمي وحتى الأمن الأوروبي، إذا حكينا عن اللاجئين والمهاجرين وقضايا الكبتاغون ومسائل من هذا النوع. كلما استشعر الإقليم والعالم بخطر استمرار الواقع في سوريا، هذا الأمر يتناسب، الحل يتناسب طردا مع هذا الواقع، وبالتالي سوف يضطرون للتدخل لإيجاد حل ما للواقع السوري. هذا المسار الأول. المسار الآخر هو مسارنا نحن، يعني أنا لا أفهم بالمطلق، حدث العزيز
ملهم عن الجينات السورية. أنا بوافقه، رغم أنه الدكتور ميشيل قال لا بالعكس، إحنا يمكن عندنا جينات يعني ما كتير بترفع الرأس، يمكن أنا فهمته غلط ما بعرف. إلا أنه لا، أنا بوافقه أنه في وقت من الأوقات علينا أن ننتبه، لأنه هذا البلد سوف يضيع من بين أيدينا، سوف ينتهي مرة إلى الأبد. فهل مصالحنا فعلا مصالح البعض الذاتية الداخلية هي مع ضياع سوريا بشكل نهائي وأن لا تكون موجودة على الخارطة سوريا بعد الآن؟ أظن بأن هناك فكرتين، لأن هناك فكرتان رئيسيتان يتم العمل عليهما. الفكرة الأولى هي محاولة تشكيل كتلة وطنية جامعة ذات حيثية حقيقية على أساس وطني، بإدارة الظهر لكل الأفكار العابرة للحدود، كانت إسلام سياسي ولا مسيحية سياسية، ولا إن كانت حتى الأفكار القومية العابرة للحدود. لا، فكرة الثورنة بالصين، يعني سوريا نفسها، العودة إلى وطنيتنا السورية. إعادة هيكلة الجهة الراغبة في التغيير المتباينة، المعارضات ضمن وفد تفاوض يعبر عن مصالح السوريين وليس عن تمثيل الدول عبر السوريين في الشأن السوري. هذا مطلب أساسي حتى نكون على مدخل لإجراء بدء مفاوضات في دمشق برعاية أممية وبحماية دولية ضمن ممتلكات الشعب السوري وببادرة حسن نية بتخصيص جزء من الإعلام الرسمي اللي هو من مالنا العام السوري وليس منحة من السيد الوطن ولا من غيره، وأيضا تقديمه للرأي المختلف عن الأسد. الحلول الإسعافية تمر عبر خلق نوع من المناطق الاقتصادية الخاصة، منطقة اقتصادية، وعادة الحكومة تستطيع أن تؤدي دورا كبيرا في هذا الاتجاه. يجب أن يأتي، أو الحل الوسطي على الأقل يجب أن يأتي من خلال المبادرة العربية التي تستطيع التعامل مع المناطق الخمسة، يمكن صاروا خمسة في سوريا، من خلال مجموعة من الخطوات، الخطوة خطوة، وكلما نفذت منطقة من المناطق خطوة باتجاه الحكم الرشيد أو الحكم الأفضل أو سلطة القانون، كلما نالت مكافأة على هذه الخطوة بخطوة مقابلة من المجتمع العربي ومن خلفية المجتمع الدولي. أما الحل النهائي فهو حتما من خلال الجمعية اللي تحدثت عنها، اللي هي اللي نحن عم نشتغل فيها كمان من 2018، وفيها حوالي 350 شخصية، ونحاول رفع العدد إلى 500. وهذه الجمعية يجب أن تبني برنامجا متفقا عليه، وأن تكون جاهزة عندما يقرر المجتمع الدولي الخلاص من هذه من المعضلة السورية أن يلتفت، فلا يجد سوى هذه الجمعية لديها برنامج محدد متفق عليه من أجل مستقبل سوريا. وأنا أقترح أن يكون في شيء اسمه حوار مجتمعي. السوريين أينما كانوا يجب أن يبدأوا من نقطة اللي هي حكى عنها الأستاذ سامي، لجنة من مجموعة من الشخصيات تتمتع بالحكمة والسمعة الطيبة، وتبدأ بتوجيه أو البحث عن شخصيات أخرى في مناطق مختلفة للبدء بحوارات مجتمعية للبحث عن قواسم مشتركة بين السوريين. في كتير قواسم مشتركة، نعم نحن فرديين، لكن مصالحنا ومستقبلنا، مستقبل أولادنا، يتطلب منا ونحن جاهزين أنه نبحث عن قواسم مشتركة، عن قيم مشتركة، لنرجع نأمن صيغة العيش المشترك. كلمة أخيرة من قبلي أنا قبل أن أستودعكم الله. النظام والمعارضة كلاهما نتاج ثقافي واحد. نحن بنيتنا التحتية هي من أفرزت هذا النظام وهذه المعارضة. فلنعمل في بنيتنا التحتية على انتصار مفهوم المواطن ما استطعنا إلى ذلك سبيل. مفهوم المواطن هو وحده من يستطيع أن يصلنا إلى الوطن والمواطن بالتالي.
والحياة الكريمة التي ننشدها.